بهالحياة أنا وعيلتي، أنا وأهلي. وجعنا كتير كبير. أول ما أجينا لهون صار مع بابا الحادث، تاني مرة جربنا. ماما صارت تشتغل بالبيوت، كان حلمي بأهلي أكتر من هيك. في مرة مرت علينا بسنة ما كان عندنا لا حواضر للبيت ولا شي نحطه على الفطور بنوب. ماما صارت تطلع تفتي البيوت إنه حدا بيعطيها، بتشتغل بتعطي حدا بيعطيها. ما كان في أمل، ما في أمل بنوب. نروح بظهره مكسور، نحن ولا مرس لنا فيه ولا طلعنا لبرا، طلعنا مساعدة لماما. ماما بيجب تطلب زنا. بس ماما مرت علينا الأيام وأجا العيد، وماما صارت تبكي هيك لحالها. آخر نهار في رمضان هيك قعدت لحالها صارت تبكي. هاتنين نجيب أنا هدول الأولاد تياب. شو بتشتهي؟ ما بتشتهي. هي بتقلك هيك بس مستهي كل شيء. ايه ولد بتشوفه بالطريق مش آكل، عم ياكل شيء بدون تشتهي. أنا برسم أشياء بتمناها تصير، بس بعد شوي بتطلع هيك ورق. يعني شو بدها تساوي الورق؟ بتساوي شيء بقوم برجع بخزقها. يا العالم اللي عايشة ببيوت على قليلة شايفة حالها أنا عايشة تحت سقف، عايشة بخير وسلام. انحرمت من طفولتي، انحرمت من أبي يقف سند ظهري، انحرمت من أمي وحريتها، انحرمت أن يكون بني آدم مثل أي بني آدم، انحرمت أن يكون فتاة مثل أي فتاة.